بسم الله الرحمن الرحيم، إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا فضيلة الأستاذ الدكتور السيد عبد الفتاح بلاط الأستاذ بجامعة الأزهر. ضيفنا الكريم يتوقف اليوم عند أثر روي عن التابعي الكبير وهب بن منبه رضي الله عنها، فعن عبد الصمد بن معقل بن منبه أن وهبا رضي الله عنه قال لرجل من جلسائه: ألا أعلمك طبا لا يتعايا فيه الأطباء، وفقها لا يتعايا فيه الفقهاء، وحلما لا يتعايا فيه الحلماء؟ قال: بلى يا أبا عبد الله. قال وهب: أما الطب الذي لا يتعايا فيه الأطباء فلا تأكل طعاما إلا إذا سميت الله على أوله وحمدته على آخره، وأما الفقه الذي لا يتعايا فيه الفقهاء فإذا سئلت عن شيء عندك فيه علم فأخبر بعلمك، وإلا فقل لا أدري. وأما الحلم الذي لا يتعايا فيه الحلماء فأكثر الصمت إلا أن تسأل عن شيء. أستاذنا الكريم مع الفقرة الثالثة من أثر اليوم، وهي قول وهب رضي الله عنه: وأما الحلم الذي لا يتعايا فيه الحلماء فأكثر الصمت إلا أن تسأل عن شيء. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم وسلك سبيلهم وصار على نهجهم إلى يوم الدين. وبعد، فيبين وهب رضي الله عنه في قوله هذا أن الصمت يعين ويؤدي إلى الحلم قائلا: وأما الحلم الذي لا يتعايا فيه الحلماء، لا يجهد الحلماء في معرفته، فهو كثرة الصمت، لأن الصمت يجعل صاحبه هادئا ساكنا متزنا وقورا. وأرشد إليه القرآن الكريم كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، أي قولوا قولا صوابا صدقا لا عوجاج فيه ولا انحراف. وقال تعالى أيضا: قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. فيأمر سبحانه وتعالى عباده المؤمنين أن يقولوا في مخاطبتهم ومحاورتهم الكلام الأحسن والكلمة الطيبة، لأن القول الحسن داع لكل خلق وعمل جميل صالح، فإن من ملك لسانه ملك جميع أمره. أستاذنا الكريم، المقصود بالصمت في أثر هذا اليوم؟ المقصود بالصمت هنا الصمت المحمود الذي قال فيه ابن عبد البر رحمه الله: إنما الصمت المحمود الصمت عن الباطل. وقال فيه العيني رحمه الله: الصمت المباح المرغوب فيه هو ترك الكلام الباطل، وكذا المباح الذي يجر إلى شيء من ذلك. فعلى الإنسان أن يصمت عن كل ما حرم الله ونهى عنه كالغيبة والنميمة والسب والشتم والكلام في اللغو والباطل، أن يسكت عن شهادة الزور وعن كل كلام لا نفع فيه ولا فائدة. والمعروف من سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن الصمت كان من هديه عليه الصلاة والسلام. نعم، كان الصمت هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قيل لجابر ابن سمرة
أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. وكان طويل الصمت قليل الضحك، وكان أصحابه يذكرون عنده الشعر وأشياء من أمورهم فيضحكون وربما تبسم. فكان صلى الله عليه وسلم كثير السكوت، لا يتكلم إلا لحاجة أو لجواب سائل أو لتعليم طالب وهكذا. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه، أي كان صلى الله عليه وسلم لا يسرع في كلامه بل يبالغ في إفصاحه وبيانه، بحيث لو عد أحد كلماته لأدرك ذلك لوضوح ألفاظه وفصاحتها وبيانها. بل وكان صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بالصمت المحمود. فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر رضي الله عنه: يا أبا ذر، ألا أدلك على خصلتين هما أخف على الظهر وأثقل في الميزان من غيرهما؟ قال أبو ذر: بلى. قال صلى الله عليه وسلم: طول الصمت وحسن الخلق. فوالذي نفسي بيده ما عمل الخلائق بمثلهما. أستاذنا الكريم، فوائد الصمت المحمود للمسلم. للصمت المحمود فوائد كثيرة، منها النجاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا، أي نجا من آفات اللسان واللغو والخوض في الباطل. ولما سأل عقبة بن عامر رسول الله صلى الله عليه وسلم من نجا، قال: يا عقبة، أمسك عليك لسانك وليسعك ميتك وابك على خطيئتك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.